كل الشكر والتقدير للزميل المبدع طلال عبد الله اللي عرفنا في هذه الفقرة واخذنا بجولة في أهم وآخر الأخبار من صحيفة الخليج. مشاهدينا، تعد مهنة الترجمة القانونية جسر التواصل ما بين اللغات المختلفة والتي لا غنى عنها في المحاكم والتعاملات القانونية لفهم مختلف النصوص الأجنبية، ولأن الأمر يتعلق بقضايا في غاية الأهمية لابد للمترجم القانوني أن يتمتع بمؤهلات خاصة ومهارات تخوله الدخول في هذا المجال. للحديث أكثر مشاهدينا حول مهنة المترجم القانوني، سادة نرحب في استوديو صباح الشارقة بالأستاذ محمد أبو الكاس مترجم قانوني. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير، حياك الله معنا في صباح الشارقة. حيا الله، يعطيك العافية. الله يعافيك. في البداية نعرف سادة المشاهدين أستاذ محمد على أهمية وجود ترجمة أو مترجم قانوني. طبعا تكمن أهمية الترجمة القانونية في اعتماديتها، موثوقيتها لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات الخاصة. طبعا نعم. تعد الترجمة القانونية من أدق الترجمات، وتعد هي من أنواع الترجمات العلمية، كأنها تعتمد على أسس علمية ومفاهيم يلجأ إليها المترجم أثناء صياغة النص القانوني. جميل. تمام أستاذ، خبرنا عن مهام المترجم القانوني. المترجم القانوني لابد يكون على اطلاع بالمادة التي يقوم بترجمتها، فلا يعني من غير المعقول المترجم يترجم نص ما عنده خلفية مسبقة أو دراية مسبقة عن المادة اللي يترجمها بين يديه. فالاطلاع المترجم بالبداية لازم يكون أساسي في ترجمة أي مادة، ويكون دقيق في انتقاء المصطلحات والمرادفات التي تناسب كل نص عن آخر، كما يقولون لكل مقام مقال. صحيح. ويكون نعم. أيضا ملم بالقوانين الموجودة أكيد. في الدولة لابد. اللي يترجم من خلالها لابد. النصوص، ويراعي بعض الأمور في أثناء الترجمة. جميل. نعم. حلو. نتحدث عن يعني المهارات والمؤهلات اللي يجب أن يتمتع بها المترجم القانوني. نعم، في البداية المترجم لابد يكون خريج أحد جامعات مثل جامعات اللغات والأداب اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية، ويكون لديه المهارات اللغوية بأنه يقدر يصوغ نص سليم من ناحية المعنى ومن ناحية القواعد، يعني هذا بشكل عام. يكون عنده مهارات، يكون شخص مطلع. صح. يكون مطلع مثقف. صح. المترجم بحال طبيعته هو شخص مثقف. صحيح. مطلع. وهذا الشيء يلعب دور كبير في عملية الترجمة أي معنى، خصوصا أن بعضها تكون ترجمة لقضايا لإقوال لشهود. نعم. فبالتالي أي يعني تغيير في الكلمة ممكن يغير. نعم. مسار القضية، يقلب الجاني متهم والمتهم جاني. صحيح. صحيح أستاذ محمد، يمكن نعم. مجال الترجمة القانونية واسع جدا، عندنا في مجال التجارة، عندنا نعم. في الملكية الفكرية، عندنا القانون المدني. نعم. خبرنا أكثر عن هذا التشعب في القوانين، وكيف ممكن المترجم، هل المترجم يلم بجميع هذه المجالات ولا يتخصص في مجال معين؟ المترجم في البداية عند ما يبدأ مشواره في الترجمة بيكون عنده يعني فرصة أنه يطلع على أكثر نوع من أنواع الترجمات المختلفة، ولكن مع الوقت يبدأ هو يميل إلى نوع محدد من الترجمات. فممكن هو يميل للترجمة الاقتصادية، للترجمة القانونية، للترجمة السياسية، للترجمة يعني في أنواع مختلفة. الترجمة العلمية، الترجمة العلمية تعد هي من أصعب أنواع الترجمات. حلو. هذا يعني بالنسبة للمؤسسات اليوم أكيد تختلف حسب نوع عمل المؤسسة، ولكن المترجم هل في مثلا مترجم لكل مؤسسة معينة أو لكل مثلا نتكلم عن الدوائر الحكومية أكيد. المحلية؟ أكيد. فعلى سبيل المثال المحاكم يعني معظم المواضيع اللي بتجمع فيها هي يعني تدخل قانونية. في القانون والمرافعات والمدافعات، بينما الدوائر الأخرى مثل دارة المقتصادية على سبيل المثال تكون تشريعات، قوانين، تكون لوائح تنظيمية. حلو. على هذا الإطار. نعم. جميل. يعني تمام أستاذ محمد. بالنسبة لشروط قبول المترجمين في المحاكم. نعم. شو الاشتراطات؟ الاشتراطات يكون عنده خبرة كافية تقريبا 5 سنوات، ويكون هو أصلا خريج جامعة معتمدة ومعترف بها. نعم. حلو. نعم. يكون عنده بعض المهارات والكفاءة لحتى يحصل على ركزت وايد أستاذ محمد على المهارات. شو المهارات اللي لازم يتمتع فيها المترجم؟ أول شيء يكون عنده يعني ثقافة، يكون ملم. أهم شيء يكون المترجم ملم بالموضوع اللي يترجم فيه، هاي أهم مهارة. ثانيا انتقاء الكلمات المناسبة لكل سياق عن آخر،
يعني هذه مهارتين لابد يكون الاطلاع أول شيء، ثانيا انتقاء الكلمات المناسبة. حلو. نعم. بالنسبة للاختبار اللي يخضع على يعني صاحب هذه المهنة، شو الاختبارات اللي في اختبار معتمد من وزارة العدل؟ طبعا بيلجأ له المترجم في حال احتاج انه يحصل على ختم يكون معتمد لدى الجهات الاخرى والجهات الجهات الرسميه في الدوله او خارج الدوله حتى، بيطلب يكون عنده شهاده معترف فيها معادله من وزاره التعليم العالي، بالاضافه الى خبره لا تقل عن 5 سنوات، وبعض المتطلبات يعني من وزاره العدل تطلبها بعض الاوراق الرسميه يعني. نعم. استاذ محمد، بالنسبه لك انت كممارس لهذه المهنه، شو ايجابيات هذه المهنه؟ شو يخليك انت يعني تاخذ هذه النصوص وتترجمها وتحولها؟ شو اللي اول شيء اذا كمترجم قانوني انت متميز، متميز عن غيرك، في يعني انت متميز، لك اعتمادية، لك موثوقيه، الناس تعتمد ترجمتك وين ما كان، حتى في داخل الدوله خارج الدوله، يعني هذا يعني اهم نقطه. حلو. اهم نقطه بالنسبه للجانب الاخر، التحديات اللي ممكن ان تواجه المترجم القانوني، شو هي التحديات؟ طبعا المترجم هو let's say in English wordsmith، يعني هو الذي يصوغ الكلام او يصوغ الكلمات، فاهم صعوبه تواجه المترجم هي الكلمه بحد ذاتها او المصطلح بحد ذاته، لانه يصنع الكلمه، يعني يصنع الكلمه، يصنع النص، يصنع الجمله بحد ذاتها، فاحيانا بتواجهك بعض التحديات في الجمله نفسها اللي انت عم تترجم فيها. هذا اهم شيء، والبحث عن المعنى الصحيح والسليم، لانك يعني انت مؤتمن على شيء يعني له مصداقيه. تاخذ وقت في الترجمه استاذ محمد؟ طبعا. حلو. شو يعني انت ذكرت قبل شوي انه في كل انسان له ميول معينه، يعني نعم. ترجمه سياسيه، اقتصاديه، علميه، تميل لاكثر شو؟ انا انسان يعني كريتيف مان، يو نو، فالترجمه الابداعيه اللي فيها لمسه فنيه، لمسه ابداعيه كذا، بحيث يعني تضفي على النص اسلوبك في الكتابه. والترجمه جدا ممتعه، يعني ذكر اخذت مساق مقدمه في الترجمه في الجامعه، كان جدا ممتع الموضوع، انه مثلا تمر على جميع انواع الترجمه وتعرف انه كل نوع يحتاج مثلا طريقه معينه. صح. مثلا القانونيه او في بدايه معينه. صح. الخطابات. صح. بدايتها تحتاج طريقه معينه في البدايه حسب. صح. النوع، المصطلحات. صح. المستخدمه، مثل ما ذكرت صح اصعبها الترجمه العلميه، خصوصا. صح. بعض المصطلحات الطبيه. صح. والمصطلحات العلميه شوي تحتاج. صح. تدقيق وتاكيد، لانه ما يستخدمون المصطلحات المتداوله. نتكلم عن اليوم يمكن التخصص او تخصص الترجمه مو شائع كثيرا في هذا المجال، لكن اللي حابين يدرسون هذا المجال، اللي حابين يتعرفون اكثر على مزايا الترجمه، شو تنصحهم؟ اللي عاوز يدخل هذا المجال لازم يكون صبور في البدايه، ويعرف انه هذه الترجمه او عفوا مجال الترجمه، انت هنا تنقل من ثقافه الى اخرى، فالنقل من ثقافه الى اخرى هذا مسؤوليه. صح. مسؤوليه، يعني انت مثلا جاك نص بترجم مثلا نص سياسي، لازم تكون امين على الكلمه، او مثلا نص علمي لازم تكون امين على الكلمه، يعني وكون دائما يعني لما تترجم نص لابد انك تقرا، تطلع في البدايه، بعدين تبدا في عمليه الترجمه، لان يعني هي في النهايه عمليه ثقافيه، تحصيل ثقافي، عرفت؟ جميل. الترجمه. استاذ محمد، يعني قبل ما اختم الفقره، ترجمتك عربي انجليزي ولا عندك المان بلغات اخرى، او حب ان شاء الله في المستقبل تطور لغه اخرى؟ اكيد انا يعني متطلع الى تعلم اللغه الفرنسيه. جميل. بالاضافه للانجليزيه. من لك التوفيق ان شاء الله. الله شكرا لك. شكرا. يعطيك العافيه. اكيد نشكر مشاهدي الاستاذ محمد ابو الكاس، مترجم قانوني، على هذه المعلومات القيمه والمفيده، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله دائما في هذه المهنه الرائعه. تواصلي معكم مشاهدينا، فاصل بعدها نواصل، ابقوا معنا.